فرض غرامات مالية على السيارات التي تشغل الشاشات والكاميرات. تفاجأ عدد من مستعملي السيارات خلال الأيام الأخيرة بتحرير محاضر مخالفات في حقهم بسبب الشاشات الإلكترونية والكاميرات التي تم تثبيتها داخل سياراتهم. وحسب معطيات توفرت يصل مبلغ المخالفة إلى 150 درهما، حيث أن تشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني لتسلية ذي شاشة متطابقة للمعايير التقنية يعد مخالفة من الدرجة الثالثة. وحسب المادة الرابعة من المرسوم 12.420 والمادة 91 من القانون 52.05، فإنه لا يرخص لأي سائق تشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني لتسلية ذي الشاشة إلا إذا كان الجهاز مثبتا في المركبة بشكل آمن ومضمون وموضوعا بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق ولا يراه هذا الأخير. ولا يجب أن تكون الصورة المعروضة على جهاز تلفاز أو شاشة فيديو أو شاشة جهاز حاسوب مرئية إلا إذا كانت مصممة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة أو الركاب.